قوموا يلا قوم اعمل طلع على المجي بعد نمشي عوم وكان كنت سوا بلقى يا مغروم في المجي تلقى عز وسوم عز حاجة عندي كله سايس خوك كان يحكى عن شعب لكن لا عنده لا ذولة ما شعب كان كيحل السبالة يلقى جزوج وكان كيحل الضوء يلقى ما فجاءت حكومة النهضة الشرعية فأصبح هذا الشعب كحل الماء يلقى الماء كحل الضوء يلقى الضوء سي بور سا اون فا لو شانسي اجوردي سور الالكتريسينيزم اللي هو الضوء اوسي لو السوسيال اللي هو الماء يلا اون فا لو كومونسي رجعنا رجعنا ما يا عم الغنوش في شغلك نترمى رجعنا الضوء رجعنا ما ويا عم الغنوش في شغلك نترمى رجعنا الضوء رجعنا ما يا عم الغنوش في شغلك نترمى رجعنا الضوء رجعنا ما ويا عم الغنوش في شغلك نترمى جي الحكومة كنت في جفافة تعبوا في البادن وتهزوا في الأقفافة ضو ما فماش ونشرب عشلافة توكي جات النهضة وليت الضفة فافة مش كان الموضوع برشا إنجازاته احنا جبنا تفتك وخلطنا شرياته جبنا من برا وعلاش مسؤولياته قبل حزب النهضة فضلنا كنت فباش رجعنا الضوء رجعنا ما يا عم الغنوش في شغلك نترمى رجعنا الضوء رجعنا ما ويا عم الغنوش يا في شغلك يا ترمي رجعنا الضوء رجعنا ما ويا عم الغنوش يا في شغلك يا ترمي رجعنا الضوء رجعنا ما ويا عم الغنوش يا في شغلك يا ترمي حوت عليك راشد يا ولد خالتي فيسة كان مش منك انا عايش في طحيصة بنتي تحلميها طابط لك لبسيسة ندوشوا بزيادة ونطلب الهريسة نشرب في الخلة ونصيح بالدزوزة حتى ما سبالة ياسر باب الدوزة كان مش الحكومة وشوية مخليجة رولي يحفر بير يلعب الترويجة حكومة خيط نصلع نبيع ليك كان مش وانت روى الشعب كامل ما داوش اصل معاه دم وخلوع رشة كميها حماضية بسير ضرب النطبالة شكرا عم الشيخ يا بعث السبالة عبا 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 اشوا مش ذلولة ضرف ما اشوا هاي شديد معيانا لعبنا روا طبق طبال وينك السبالة رجعنا ضو وين طبال رجعنا ما ويا عم الغنوش في شونك نترمى رجعنا ضو رجعنا ما ويا عم الغنوش يا في شونك نترمى رجعنا ضو رجعنا ما ويا عم الغنوش يا في شونك نترمى رجعنا ضو رجعنا ما ويا عم الغنوش يا في شونك نترمى سايس فوق سايس